السلام عليكم أحبتي في الله، أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في قناة أختكم تاجري تاج، ونورتوني بزيارتكم وأهلا بكم. والله اشتقت بزاف نحط فيديوهات. أول حاجة، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. كما راكم تلاحظوا في هذا الفيديو، جبت لكم هذا النوع من الدواء جيل فور، اسمه جيل فور، مصنوع من هذا النبتة اللي تلاحظوا فيها الشكل تاعها يشبه الحبات اللفت، وهي اسمها الماكا. صراحة ما على باليش وين نقدروا نلقاوها، على ما أظن هنا في البلدان العربية ما كانش، لأني شفت في فيديوهات يتكلموا يقولوا بصح ما شفتش وين نلقاو هذا الماكا. ممكن في قارة آسيا. هي فيها فوائد كثيرة جدا لجسم الإنسان، ما تصوروش شحال فيها الفيتامينات والمعادن. هذا الحبات، حبات الماكا، تؤكل مجففة أو مخبوزة، يعني يقدروا يجفوها ويأكلوها على شكل بودرة، أو يطبخوها أو يخبزوها، يعني تكون مخبوزة. أنا هكا شفتها في فيديوهات، قلت لكم فيها الكثير من الفوائد. لكن مش مصنوعة، هذا الدواء مش مصنوع غير من الماكا، من الهلام الملكي وعشبة منشطة. يعني هذا الدواء تقريبا هو خاص، كي تقرا الوصفة نتاعو تلقاه خاص بالرجال أكثر من النساء. يعني المرأة ما تقدرش تشريه غير لو وصفوا لها الطبيب، لكن الرجل يقدر يشريه بدون وصفة الطبيب، لأنه هو راح يفيد الرجل، لكن المرأة إلا كانت عاملة تحاليل وكانت عندها نقص في شيء ما في الجسم تاعها، أو عندها مشكل في شيء ما في الجسم تاعها في الهرمونات، يعني أقصد يوصفوا لها الطبيب تقدر تتناولو، تشري هذا الدواء وتناولو. نبدا بالسعر تاعو، مادام لي تفكرت السعر تاعو 115 ألف للباكي. فيه على ما اظن فيه بالك 10 كبسولات، فيه 10 كبسولات عبارة عن سائل مثل العسل، يشرب مع الحليب او العصير صباحا او مساء. هو حل نهائي لمشاكل الإرهاق وعدم التركيز وصعوبة الحركة، يعمل على تنشيط الجسم. قلت لكم بالنسبة للمرأة لازم بالتحاليل باش تقدر تشريه. هو يقول لك هنا لعلاج بعض مشاكل عقم النساء، لكن قلت لكم إلا بوصفة الطبيب، لكن الرجل يقدر يشري هذا الدواء عادي ويتناوله. نتكلم لكم على فوائد الماكا. الماكا هي عبارة عن مكمل غذائي. الماكا عبارة عن مكمل غذائي ممتاز لجسم الإنسان، وغنية بالحديد والكبريت والمغنيسيوم والكالسيوم والفيتامينات دي وفيتامين او وفيتامين سي وفيتامين بي واحد وفيتامين بي اثنين والعديد من الفيتامينات الأخرى، أنا ما ذكرتهمش كامل. كذلك بالزنك واليود والكثير من المعادن والفيتامينات الأخرى. هذا المعادن والفيتامينات ضرورية لجسم الإنسان كما على بالكم بزاف. ويعمل هذا جيل فور أو الماكا، عفوا أنا نتكلم لكم على الماكا، تعمل على تحسين الذاكرة أو تقوية الذاكرة أو علاج ضعف الذاكرة وعلاج عدم قدرة التركيز وعلاج أمراض البروستاتا عند الرجال، وعلاج بعض أنواع السرطان كسرطان المعدة واضطرابات النوم، وتعمل كذلك على مساعدة جسم الإنسان على مواجهة الأمراض وتخفيف، بالنسبة للنساء إلا بوصفة الطبيب، تخفيف آلام الحيض وحل مشاكل عدم انتظام الدورة. هذا إذا وصفها الطبيب، نتكلم ونعاود إلا بوصفة الطبيب. يعني كاينين جيل فور، لكن تختلف بزاف كل نوع من واش مصنوع وشن هي المكونات تاعو. هذا بالماكا. كاينين نوع آخر
بمكونات اخرى يعني مش. وقلت لكم جيل فور يعمل على جيل فور ككل، احنا كنت نتكلم لكم على الماكا، جيل فور ككل يساعد على استرجاع النشاط والحيوية، ويكافح الآثار السلبية لبلوغ سن اليأس، ويزيد النشاط في جسم الإنسان، ويطور الأداء البدني والعقلي. يعني بالنسبة للأشخاص اللي يعملوا رياضة مليح بزاف ليهم جيل فور، يساعدهم في كمال الأجسام، يعني في القوة البدنية للجسم تاعهم، وزيادة في النشاط، ويعمل قلت لكم على تقوية العضلات. لهذا هو مليح للأشخاص اللي يمارسوا الرياضة. وكما ذكرت لكم هو يحل جميع مشاكل الإرهاق وعدم التركيز وصعوبة الحركة. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، حبيت نفيدكم بهذا جيل فور، قلت لكم مصنوع من الماكا وجيل وجيل الملكي للنحلة وعشبة منشطة. قلت لكم هو بالنسبة للرجال، الرجال يقدروا يشريوه بدون وصفة الطبيب، لكن المرأة إلا بوصفة الطبيب، لأنها فيها أشياء أخرى تقدر تضرها، إلا إذا كانت عاملة تحاليل وعندها نقص من. كررت هذا الكلام بزاف، والله نخاف وحدة تشريهم لأنهم يختلفوا. تقدري تشوفي نوع آخر هو يشبه الجيل فور هذا، قلت لكم إن شاء الله ممكن نكتب ربي نحط فيديوهات. إذا شريت هذا الباكية، قلت لكم السعر تاعو ب115000، هاني قلت لكم السعر تاعو ما نسيتش. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله نكون فدتكم. كما قلت لكم هو مليح للرجال بالاخص، يعمل على تحسين نوعيه الحيوانات المنويه، وينشط بطريقه طبيعيه انتاج الهرمونات الجنسيه، يعمل على تنشيط ينشط بطريقه طبيعيه انتاج الهرمونات الجنسيه، ويحسن نوعيه الحيوانات المنوية بالنسبة للرجال. أنا كنت حنقطع الفيديو لكن كملت لكم هذا المعلومة أني كنت نسيتها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في فيديو قادم إن شاء الله، وإلى الملتقى. وما تنساوش اللي شاف الفيديو خلي لي تعليق مليح ولايك للفيديو، ادعموني شوية، والسلام عليكم في فيديو قادم، مع السلامة، إلى الملتقى.